بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الاسي درايف، الاوتوت مال الاسي درايف، رابطه لاطراف المحرك الحثي ثلاثي الطاقه. راح نبدي نشغله. فهسه من شغلنا، انا ما مبرمجه وفقا لمتطلبات المثال الاخير اللي دزيت لكم اياه، بس خل نحاول نشغل. ندوس ران ما اشتغل الماطور، ندوس ستوب ماكو اي شيء. اذا خلينا نبدي نبرمجه. ايش رايدين التردد؟ رايدين 50. هو هذا هو اوتبوت فريكونسي. ايش ادوسن؟ ادوسن الفانكشن كي. ورا ما دست الفانكشن كي استخدم الاب داون كيز حتى انتقل لل 40. حددت ال 40، هسه ادوس الفانكشن كي مره ثانيه مخزن. ايش احتى اريد بعد؟ الاكسلريشن. اذا انتقل للاكسلريشن ادوس الفانكشن كي استخدم، لان هو الانتقيم هنا عندي 10 انا عايده 5، فاستخدم الداون كي حتى خلاص هاي هي الخمسة. اذا حتى اثبتها او اخزنها ادوس الفانكشن كي مره ثانيه. ايش مطلوب بالسؤال؟ مطلوب الديسلريشن يساوي 10. ننتقل للديسلريشن، ندوس الفانكشن كي 10 ريده، ف هاي 8 اسف هاي 10. ندوس الفانكشن كي. ايش رايدين بعد؟ رايدين الدرايف التشغيل من هنا عن طريق الكيباد. فاذا وين ننتقل؟ الى الدي ار يو باراميتر. ندوس فانكشن، ايش قد القيمه الحاليه؟ الى 1. نستخدم الداون كي حتى نخليها 0 وندوس انتر. بعد نريد ايضا احنا نسيت التردد اللي يدور به المحرك ايضا من كيباد. فاذا وين نروح؟ نروح الى الاف ار كيو باراميتر، ندوس هذا الفانكشن نخلي 0 مثل ما مثبت بالجدول مالت المثال، ندوس انتر. هسه بات الاي سي درايف جاهز. راح ادوس ستارت، شوفوا المحرك دار المحرك وفقا للتعجيل المطلوب. راح ادوس ستوب، شوف المحرك بدا يتباطئ وفقا للتعجيل. هسه راح ارجع اشغل المحرك، راح ارجع اشغل المحرك وراح اغير التردد من 40 راح اقلله وهو يشتغل، لان هذا الباراميتر مسموح تغييره اثناء الرننج مود. فراح ادوس شوف السيت ليد اشتعل، راح ابدي اقلل بالتردد. لا زال الموتور محافظ على سرعته لان بعدني ما اعطيته امر تغيير. يمتى يستلم الامر الجديد؟ من هسه هو 20 بس جاي يدور بسرعه 40 هرتز. هسه من ادوس فانكشن شوف الموتور بدات تقل السرعه مالته الى ان تصل الى ما محدد بالتردد الجديد اللي هو 20. بعد راح اطفي وراح اوضح لكم الاكسلريشن، راح اخذ غير قيمه للاكسلريشن حتى نحس شنو معنات الاكسلريشن. هسه الاكسلريشن 5، راح اسوي الاكسلريشن فد رقم عالي ليكون 30. وخلينا نشوف الفرق ما بين وبين. شوفوا الستارت راح ياخذ وقت اطول شوفوا على كيف جاي يصعد الى ان يوصل للتردد اللي احنا محددينه بالاوتبوت فريكوانسي سيتنج. شوفوا بعد ما وصل بعد ما وصل بعد ما وصل اوكي خل اطفي. راح اسوي الديسلريشن شارب، هسه الاكسل راح اسوي الديسلريشن شارب. الدي اي سي ديسلريشن هو الدي اي سي، راح اسوي شارب بدل ما 10 راح اسوي مثلا 1. هاي 1 اوكي. خلينا نعطي ستارت شوفوا على كيف جاي يصعد المحرك، يعني جاي يتسارع باتجاه التارجت فريكوانسي. هسه من راح انطي ستوب راح تشوفون الستوب مالته يكون شارب. هسه هو استقر عند هذا الفريكوانسي ويظل مستقر الى ان يستلم امر ستوب. شوفوا من طيته ستوب. ايضا راح انطيها المره، لا راح انطي الاكسلريشن الديسلريشن رقم كبير
ليكن مثلا اوكي خلينا ناخذ اي رقم حتى تكون واضحه 30 اوكي وراح انطي الاكسلريشن سريع مثلا الاكسلريشن راح انزلها للواحد على سبيل المثال راح نشوف بسرعه يوصل للتارجت مالته بقت احنا هاي الاكسلريشن ديسلريشن تحدد وفقا لمتطلبات التطبيق اللي عندي هسه انطيت هاي القيم الجديده راح انطي ستارت انتبهوا هسه الموتور واقف راح انطي امر ستارت ما قدرتوا تميزون بالفتره الزمنيه اللي استغرقها حتى وصل لل20 هسه راح انطي ستوب راح تشوفون اللي في راسنا والنام على ما يوقف شوفوا طيت امر ستوب بدا يتباطئ بعد ما وصل للصفر بعد ما وصل للصفر بعد ما وصل للصفر بعد ما وصل للصفر اتمنى من خلال هذا الفيديو قدرت انفذ لكم الاكزامبل الاولاني وان شاء الله بالفيديوهات القادمه نغطي كل الامثله اللي دزت لكم اياها مع البي دي اف وشكرا جزيلا ورحمه الله والديكم.